بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استمعنا في هذه الخطبة المباركة من الشيخ هلال وفقه الله أنه ذكرنا بأننا كلنا سائرون إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا نسير إلى الله عز وجل، وكلنا سنلاقي ربنا. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فنحن نسير إلى الله، كل العالم، كل الناس، كل بني آدم يسيرون إلى الله، إلى ربك يومئذ المستقر. لا يستقرون حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. والمستقر يختلف، مستقر في الجنة أو مستقر في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا بحسب أعمالنا. فمن اتقى الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فإن مآله إلى الجنة، ومن أخطأ الطريق وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، تبع أهل الضلال ودعاة السوء، واتبع ما يبث الآن في هذه الوسائل التي تبث الشبهات والشرور وتبث تضليل، فإنه يسير إلى جهنم. هذه المحطات وهذه كلها تدعو إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وأما الشياطين، شياطين الإنس والجن، من خلال هذه المحطات الكثيرة فإنهم يدعون إلى النار، إلى الشهوات، إلى الشبهات، إلى الشركيات، إلى الغفلة واللهو، إلى كما هو معلوم. إن كان يريد النجاة لنفسه فليلزم الطريق الصحيح الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته حتى يصل إلى الله جل وعلا ويلحق بهم في جنات النعيم، وهو طريق واضح نير ولله الحمد، مداده من كتاب الله، من القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه أهل العلم الناصحين المخلصين يبينونه للناس ويوضحونه للناس، فالأمر ليس فيه خفاء، واضح. إذا كنت تريد الجنة فلها طريق تمشي معه، إذا كنت لا تريد الجنة قد اخترت لنفسك النار وبئس القرار. ما فيه دار غير الجنة والنار، ولا أنت مضيع تقول أنا بهواي بغيت أروح للجنة أو للنار، لا، ما هو بهواك، أنت محكوم، عبد مدبر مسير، ولكن الله جل وعلا يوفقك إلى الخير إذا أردت الخير وطلبت الخير وسألت عن الخير، فإن الله يوفقك إليه. وأما إذا غفلت وأعرضت، صرت مع الناس أمعة مع الناس، تبعت الشبهات والشهوات، فأنت تسير على طريق الضلال، ومصيرك إلى النار وبئس القرار. فاختر لنفسك أيها العبد ما دمت على قيد هذه الحياة، ما دام بإمكانك أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله فيغفر الله لك، ما دمت تسأل الله الثبات على الحق فإن الله يثبتك، ما دمت تنوي ذلك، الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس فيه خفا. قال بعض الصحابة: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. فهو صلى الله عليه وسلم بين الحجة وأوضح المحجة
وحث على لزوم الطريق الصحيح ونهى عن مخالفة الطريق الصحيح وحذر وأنذر، ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وبينه، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله إلا وبينه. وكذلك إخوانه من الأنبياء والمرسلين كلهم على هذا المنهج الرباني. فالأمر أمامنا واضح، ولكن هناك شياطين الإنس والجن يريدون أن يصدون عنه، أن يصدون عن الطريق الواضح، فعلينا أن نحذر منهم وأن نحذر منهم وأن نخلي بيوتنا من وساوسهم ودعاياتهم ومحطاتهم الماجنة، نخلي بيوتنا منها ونسلم وتسلم ذرياتنا من ذلك، تكون بيوتنا بيوت مسلمين يشع منها النور، يشع منها ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه بيوت المسلمين. أما بيوت غيرهم فإنها مأوى للشياطين، يشع منها الكفر، يشع منها الضلال، يشع منها كل شر، وهم الذين اختاروا هذا لأنفسهم. ولذلك أنتم تعلمون أننا نقرأ الفاتحة في كل ركعة من صلاة فريضة أو نافلة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله أن يهديك الصراط يعني الطريق المستقيم يعني المعتدل، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين على هذا الصراط المستقيم؟ هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. لتذكرت هذا فإنك تحرص على هذا الصراط والتمسك به، لأنك علمت من هم الذين معك يسيرون عليه مع الذين أنعم الله عليهم، كما قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وتستعيذ بالله من صراط المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم هم الذين عرفوا العلم وعلموا العلم لكن لم يعملوا به، وكل عالم لا يعمل بعلمه فهو من المغضوب عليه، كل عالم لا يعمل بعلمه فهو من المغضوب عليهم، ولا الضالين وهم كل من يعمل على غير علم بل على جهل وضلال حسب العادات والتقاليد من غير دليل من الكتاب والسنة، هؤلاء هم الضالون، في مقدمتهم النصارى، والمغضوب عليهم في مقدمتهم اليهود. فهل ترضى أن تكون مع اليهود أو مع النصارى وتترك طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ فالمسلم يختار لنفسه ما اختاره الله له، يختار لنفسه ما اختاره الله له من اتباع الكتاب والسنة والسير مع أهل الحق ومع أهل الطريق الصحيح. هناك دعاة، قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. دعاة يدعون إلى جهنم، ما يقولون لك تعال إلى جهنم تعال إلى النار، يقولون تعال إلى الرقي، إلى الحضارة، إلى ما تشتهي، إلى ما تريد، عندنا لك كل شيء، يرغبونك حتى يوقعوك معهم وتعجز عن التخلص من ذلك بعد الوقوع فيه. فالأمر أمامنا ينقسم مفترق طرق: طريق المنعم عليهم، طريق المغضوب عليهم، طريق الضالين. ثلاثة: المنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم المنعم عليهم. طريق المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولا يعملون به،
يعرفون الحق لكنهم لا يوافق هواهم ولا يعملون به، هؤلاء مغضوب عليهم، لأنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. الثالث طريق الضالين، وهم الذين يسيرون على غير هدى، يسيرون على العادات والتقاليد وما ترسمه لهم شياطين الإنس والجن، هؤلاء ضالون والعياذ بالله، ولا ضائعين ضالون يعني ضائعين عن الطريق، ما هم على طريق، ومصيرهم إلى جهنم. فأنت تخير لنفسك ما تريد لها من النجاة والفلاح والصلاح، ولا تهلك نفسك، تكون إمعة مع الناس، إن أحسن وأحسنت وإن أساء وأسأت، لا، إذن الطريق الصحيح. وتراه يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لازم صبر، لأنه فيه مشاق، فيه مشاق، فيه جهاد، فيه صلاة، فيه صيام، فيه حج، فيه أعمال صالحة، فيه نفقات، فيه بذل الأموال، هذا ما يصبر عليه إلا أهل الإيمان الصادق الثابتين على الحق. أما طريق النار فهو عن الشهوات، طريق الشهوات من الزنا والسرقة وشرب الخمر والمسكرات والمخدرات، شهوات والعياذ بالله، لكنها نيران، شهوات عاجلة ونيران آجلة. فعلى المسلم أن يختار لنفسه الطريق الصحيح، ويلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم رفقاؤك. أما طريق الضالين فرفقاؤك هم اليهود والنصارى والكفار باختلاف أنواعهم، وهل ترضى أن تكون معهم؟ نعم، أنت رضيت لنفسك لأنك لم تهتم بطريق إلى الله عز وجل، ولم تسأل عنه، وإنما تمشي مع الناس من غير بصيرة. الناس وشهم عليه هل تمشي معهم؟ انظر وش عليه، وشهم عليه، إن كانوا على حق بها ونعمة، إن كانوا على باطل فابتعد عنهم، ولا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، بل إن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. وفق الله الجميع لفعل الخير، ترك الشر، والهداية، والثبات على الصراط المستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.